أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كرك الصحافة، نطالع فيها أهم وأبرز ما تقوله الصحف العربية ومواقع الأخبار المحلية. والبداية من الحال الذي غادر فيه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ صنعاء بعد جولة لم يكتب لها النجاح. وفقا لموقع يمن مونيتور، فقد ترك المبعوث اليمن حزينا مع كثير من الأمل، مؤكدا تقديمه رؤية للحل السلمي إلى فريق الحوثي صالح وصفها بالعادلة. وقال ولد الشيخ: لقد قمت خلال هذه الزيارة إلى اليمن بمجموعة من اللقاءات، وتباحثنا مطولا في العديد من القضايا، وقد عرضت خطة السلام التي تضع تسلسلا واضحا ومزمنا للإجراءات الأمنية والسياسية والتي تشكل حلا شاملا وكاملا للنزاع. وقال المبعوث الأممي: إن اليمن للجميع ولكل مواطنيه في الجنوب والشمال نفس الحقوق والواجبات، وإن منع وصول المنظمات الإنسانية إلى بعض المناطق كما حصل أخيرا في محافظة تعز غير مقبول ويتنافى مع القانون الدولي الإنساني. أما عن المختطفين لدى ميليشيا الحوثي، فقد قال ولد الشيخ إنه تمكن من لقاء بعض من أسر المعتقلين والمختطفين واستمع لجزء قليل مما يعانون منه ومقترحاتهم، وأنا أحث جميع الأطراف للقيام بخطوات جريئة بهذا الصدد، بما فيها إطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي. موقع الموقع بوست عنوان في صفحته الرئيسية: وزير الإدارة المحلية: أطلقنا حملة لإغاثة تهامة ومنعت الميليشيا دخولها للحديدة. وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبد الرقيب فتح: إن محافظة الحديدة حرمت من المواد الغذائية بسبب منع ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح لها من الدخول، مطالبا بإدخال المواد الأساسية للمناطق التي تعاني من الجوع وفق القوانين الدولية. وطالب الوزير الانقلابيين فتح باب العمل الإغاثي لإنقاذ المواطنين في تهامة، كما طالبهم برعاية حقوقهم المكفولة وإيجاد مراكز صحية وإنسانية متكاملة. وقال رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن: أطلقنا نداء استغاثة للمنظمات الأممية، وكان هناك استجابة من قبل الهيئة الإغاثية الكويتية، مشيرا إلى أن الفريق عاد بسبب منع الميليشيا له من الدخول. المطلوب من المقاومة، تحت هذا العنوان كتب عدنان العديني مقاله المنشور في المصدر أونلاين، وقال فيه: لقد كنا نصنع الثوارات ونفشل في صناعة دولتها، وهو ما يبقي لحظة ما بعد الإنجازات العظيمة خاضعة لتقديرات القيادات وإن لم تنسجم مع أهداف الثورة. لم تكن القيادات التي تقود مرحلة ما بعد الثورة على الدوام تعكس الفكرة المحركة للثورة، سواء في بناء مؤسسات الدولة أو في اختيار الرجال الذين سيديرونها أو السياسة الموجهة لهم. لقد بقيت الجمهورية فكرة توقفت عند حد الإعلان عن حق الشعب في حكم نفسه بنفسه، لكنها لم تتقدم خطوة أخرى في اتجاه صناعة الشروط التي تجعل هذا الحكم أمراً ممكناً ومتاحاً للجميع. كنا جمهورية لكن بجسد سلطوي متوارث من العهد السابق للثورة، وكنا جمهورية لكن مع بقاء رأس هرم السلطة منطقة محرمة لا يجوز الاقتراب منها. كنا جمهورية ولكن بدون أحزاب سياسية باعتبارها شرطاً للجمهورية. لقد كنا جمهوريين بلا جمهورية. الجمهورية هي فكرة تستحق نوعية خاصة من السلطة تعمل أجهزتها ليس من أجل الحكام وإنما من أجل الشعب، وتتسابق أجهزتها في خدمة المجتمع لاستخدامه، وهذا ما لم نكن نحصل عليه في الغالب. ومن أجل عدم تكرار الفشل ندعو المقاومة ونعول عليها في إعادة تعريف مهمتها ووظيفتها بالقدر الذي يضمن الانتقال إلى دولة المواطنة، كما نعول عليها أن تضبط إيقاعها وفق هذا المطلب وتمنع أي حالة خروج عن مقتضياته. ندرك حجم التحديات التي تواجه المقاومة، لكننا نثق بقدرتها على تجاوزها وأنها قادرة ليس فقط على صناعة نصر كبير تتوقف عنده، وإنما ننتظر منها أن يمتد هذا النصر
إلى حيث يجد اليمنيون دولة تحرس هذا النصر العسكري وتحوله إلى انتصارات سياسية وثقافية واقتصادية، على هذا النصر أن يثمر عدالة اجتماعية وحريات سياسية وتنمية روح اجتماعية، جمعية تؤمن بجسد واحد متحرر من العنصريات ويتساوى الجميع فيه. واحد من أسوأ الأخبار التي لا تريد ميليشيا الحوثي والمخلوع سماعها ورد في موقع المصدر أونلاين وعنوان الموقع: السفير الروسي لا نعترف بأي شرعية في اليمن سوى شرعية هادي. وقال الموقع إن السفير الروسي في اليمن فلاديمير ديدوشكين أكد عدم اعتراف حكومة بلاده بأي سلطة شرعية عدا سلطة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي. وقال في لقاء جمعه بنائب رئيس الجمهورية إن تعاملهم مع الآخرين في إشارة إلى الحوثيين وصالح هو تعامل مع مكون وليس كسلطة شرعية، معبرا عن رغبة بلاده في إحلال السلام وتعزيز علاقات التعاون مع الحكومة اليمنية. وأشار فلاديمير ديدوشكين إلى أن روسيا مع المجتمع الدولي متحدون جميعا في المواقف لدعم اليمن ليتجاوز تحدياته لتحقيق السلام لمصلحة الشعب اليمني ووضع حد لمعاناته واستتباب الأمن والاستقرار ووقف نزيف الدم اليمني. عادل عبد الله الحسني، واحد من أبرز الضباط الذين كانوا في حراسة الرئيس هادي أثناء سيطرة ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع على صنعاء، ووفقا لموقع عدن الغد، فقد سجن هذا الضابط لما يزيد عن عام ونصف. وعنوان الموقع: جماعة الحوثي تفرج عن أحد أبرز حراسة الرئيس هادي عقب اعتقال دام لعام ونصف. وقال الموقع إن جماعة الحوثي أفرجت عن ضابط رفيع عقب اعتقال دام أكثر من عام ونصف بأحد سجون العاصمة اليمنية صنعاء. وقالت مصادر سياسية بصنعاء لعدن الغد إن جماعة الحوثي أفرجت عن الضابط الذي يعد أحد أرفع ثلاثة ضباط في حراسة الرئيس هادي. تابع عدن الغد أن الحسني اعتقل عقب سيطرة الميليشيا أو ميليشيا الحوثي على منزل هادي قبل اندلاع الحرب بأشهر، وجاءت عملية الإفراج عقب عملية وساطة شارك فيها قيادي بجماعة الحوثي. انقلابيون حتى على أنفسكم. تحت هذا العنوان كتب نبيل سبيع مقاله المنشور في المصدر أونلاين، وقال الكاتب في أجزاء من مقاله: المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ الذي انضم إلى سلفه جمال بن عمر في الفشل واللا جدوى كان محقاً في موقفه هذه المرة، فهو رفض لقاء المجلس السياسي الذي عينه تحالف انقلاب الحوثي وصالح كبديل للجنة الثورية العليا، وأعلن أنه جاء للقاء وفد الحوثي والمؤتمر في المشاورات، وهذا موقف لا غبار عليه. وقد تمت محاصرة الرجل في فندق شيراتون بصنعاء على خلفية موقفه هذا كما ذهبت وسائل الإعلام. لو قابل ولد الشيخ مجلسكم السياسي واعترف به وبانقلابكم، ماذا سيتبقى منه كمبعوث ووسيط أممي؟ حتى إيران لم تعترف بمجلسكم السياسي، كما لم تعترف بلجنتكم الثورية، سلطتكم الانقلابية السابقة التي لم تصبح سابقة بعد، والتي لم تصبح من قبل سلطة حقيقية أصلاً في ظل سلطة الشاب الغر عبد الملك الحوثي. ولو افترضنا أن ولد الشيخ كان غبياً وساذجاً بما يكفي ليقترف مثل هذا الخطأ، على أي أساس سيلتقي مجلسكم السياسي؟ على أساس أنه السلطة الفعلية للانقلاب؟ ألم تعد اللجنة الثورية إلى التصرف والتقاط الصور بدلاً عن المجلس السياسي؟ كيف تطالبون مبعوثاً أممياً بالاعتراف بمجلسكم الانقلابي الذي لم يعترف به أحد من حلفائكم ولا اعترفتم به حتى أنتم؟ هل تعرفون ما هي مشكلتكم الأساسية التي عممتموها على اليمن حتى أصبحت مشكلة كل يمني ويمنية؟ مشكلتكم الأساسية ليست في أنكم انقلبتم على الجميع، بل في أنكم انقلابيون حتى على أنفسكم، وليس في أنكم استوليتم على حكم اليمن بالقوة، بل في أنكم لا تستطيعون حكم اليمن بأي قوة كانت، حتى لو امتلكتم قوة أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز. المزيد من رسائل العالم تصل إلى ميليشيا الحوثي
لتبلغهم أنه لا يمكنهم أن يكونوا سلطة شرعية أو ممثلين عن اليمنيين. وآخر ذلك ما أورده موقع الوحدوي نت والذي قال إن الاتحاد البرلماني الدولي اعتمد ترشيح السلطة الشرعية للبرلماني محمد علي الشدادي عضو هيئة رئاسة البرلمان لتمثيل اليمن في اجتماع الدورة 135 المنعقد في جنيف. وكان البرلمان الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي في صنعاء قد أرسل وفدا برئاسة أحمد الكحلاني إلى جنيف، إلا أن الاتحاد الدولي رفض وفد الميليشيا واعتمد وفد السلطة الشرعية في الاجتماع. وفي الاجتماع طالب الشدادي من الاتحاد البرلماني الدولي إدانة جرائم الميليشيا وتأييد القرارات الدولية على رأسها القرار 2216 وإدانة الجرائم التي يرتكبها الانقلابيون في حق اليمنيين. وقال نائب رئيس البرلمان إن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قوضت العملية السياسية عبر السيطرة على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة وحل مجلس النواب وارتكابها جرائم إنسانية ضد المدنيين. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لنطالع أهم ما تناقلته الصحف العربية في الشأن اليمني، ابقوا معنا. نعود الترحيب بكم مشاهدينا الكرام ونذهب إلى مجلة أمريكية فورين بوليسي والتي تناولت الهجمات التي تعرضت لها البارجة الأمريكية من قبل ميليشيا الحوثي. وقالت المجلة في تقرير خاص إن المدمرة البحرية الأمريكية تبادلت النيران أو النار مع المتمردين الحوثيين قبالة السواحل اليمنية، حيث أطلق الحوثيون صواريخ مضادة للسفن من نوع C-208 الصينية الصنع، وأن إيران من بين الدول التي تمتلك هذه الأسلحة ويحتمل أن تكون قد زودت الحوثيين بها. تقول الصحيفة سقطت صواريخ الحوثي في البحر. وفي 12 من أكتوبر أطلق الحوثيون صاروخين آخرين، الأمر الذي دفع المدمر بيسل لنشر المضادات الدفاعية مرة أخرى. حدث ذلك في توقيت تقول المجلة الأمريكية إنه يذكر باستهداف المدمرة الأمريكية USS كول في العام 2000، أي أن هذا التوقيت لا يمكن أن يكون بالصدفة. فهل يريد الحوثيون أن يبعثوا برسالة لتذكير الولايات المتحدة بالضربة الثقيلة التي تلقتها؟ وعن تكاليف الهجوم والرد عليه قالت المجلة الصاروخان التي أطلقتهما البحرية الأمريكية كلفا 8 مليون دولار، فيما كلف الصاروخان اللذان أطلقهما الحوثي 1 مليون دولار ليتضح حجم الفارق. صحيفة الحياة اللندنية عنونت في الجانب السياسي خطة للحل في اليمن تستند إلى مقترحات كيري. أفادت مصادر سياسية في صنعاء بأن المبعوث الأممي سلم مسودة خطة أممية إلى الجانب الحكومي تضمنت مقترحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للسلام في اليمن، وهي تشكيل حكومة شراكة وطنية وتسليم السلاح إلى طرف ثالث وضمان الأمن على الحدود مع السعودية. وفي أول رد لوفد الحكومة قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي في تغريدة على تويتر إن المساعي السياسية التي يقوم بها ولد الشيخ لابد أن تكون مقرونة بالمرجعيات، وأن أي حل سياسي لا يستند إلى المرجعيات لا يعدو كونه شرعنة للانقلاب. وجدد المخلافي مطالب الحكومة الشرعية بسحب الأسلحة من الحوثيين وحلفائهم، وقال إن أي محاولة لإبقاء الميليشيات وسلاحها على أي من أراضي الجمهورية لن تكون مقبولة من الشعب الذي قدم آلاف الشهداء من أجل السلام والتحرر من الميليشيات الانقلابية. صحيفة الخليج عنونت بخصوص أوضاع اليمنيين الاقتصادية وقالت حملة شعبية في صنعاء لمطالبة الانقلابيين بدفع الرواتب، حيث أطلق نشطاء وموظفون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية لمطالبة جماعة الحوثي وحزب صالح بدفع رواتب موظفي القطاعات الحكومية الذين لم يستلموا مرتباتهم للشهر الثالث على التوالي.
ويطالب الموظفون في صنعاء سلطات الحوثيين بدفع الرواتب بعد أن تسبب الانقلابيون بانهيار النظام المالي والمصرفي والانحدار بالنشاط الاقتصادي بعد نهب المال العام واستنزاف الاحتياطي النقدي في البنك المركزي. وحول أزمة تأخر الرواتب التي يعاني منها اليمنيون والحكومة، وكما تقول صحيفة العرب الجديد تتعهد بصرف رواتب الموظفين بالعملات الأجنبية. تقول الصحيفة: تعهدت الحكومة اليمنية بصرف رواتب موظفي الدولة المتأخرة قريبا بالعملات الأجنبية المتوفرة، الدولار الأمريكي والريال السعودي، في ظل معاناة البلاد من نقص في النقد المحلي. وطمأن رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر جميع العاملين في جهاز الدولة بالتأكيد على أن الرواتب سيتم صرفها، متوقعا في الوقت نفسه أن تنتهي أزمة السيولة قريبا. وأضاف بن دغر: إذا تأخر الحل فيما يخص السيولة النقدية فقد وجه وزير المالية بالبدء بالصرف، أي صرف الرواتب، وفق الخيارات المتاحة وبصورة استثنائية ومؤقتة وبما هو متاح من العملات الأخرى. حصول الفنان بوب ديلان على جائزة نوبل للآداب أثار الكثير من الجدل والتساؤلات، ولم يتوقف الأدباء رغم مرور أكثر من 3 أسابيع من إعلان الجائزة عن التشكيك في عملها هذا العام. الروائي المعروف وسيم الأعرج كتب مقاله في القدس العربي حول الجائزة وقال وسيم: لم يكن خيار نوبل هذه السنة موفقاً، هذا ما يعتقده الكثير من المتابعين والمتخصصين لأسباب عديدة. أولها أن الجائزة اسمها جائزة الآداب، وتمنح لكاتب متمرس أنجز أعمالاً تركت أثارها الإيجابية على المستوى الإنساني. بوب ديلان مغن معروف وكبير وعالمي، لا نقاش في ذلك، فهو على رأس جيل بأكمله واخترق أجيالاً أخرى، هاجسه الأكبر الحرية ومقاومة كل ما يهزم بذرة الإنسانية في الإنسان بسبب الحروب الكلاسيكية والأهلية غير العادلة والظلم الاجتماعي والقهر الدكتاتوري والمجاعات وغيرها. طبعاً كونه مغنياً وليس أديباً يقصيه بالضرورة من قائمة نوبل، لأنه لا يستجيب لمعطى الجائزة الأدبية. السؤال المربك هو: هل افتقرت الساحة العالمية إلى أديب يستحقها للبحث عنه خارج سياق التخصص؟ كان الحرج والحيلة واضحين في منحه جائزة الآداب، إذ تم التركيز على كونه شاعراً إنسانياً وليس مغنياً، فأصبحت الصفة المنسية في بوب ديلان الشاعر هي الغالبة لتبرير ذهاب الجائزة نحوه. لكن حتى لو ارتكنا إلى هذا المنطق، هناك في الساحة الشعرية العالمية شعراء كبار يستحقونها بامتياز، كانت أسماءهم مرشحة بقوة منذ دورات عديدة. الإخفاق الآخر لنوبل هذه السنة مرتبط بمزاج بوب ديلان نفسه. إلى اليوم لم يرد على أي اتصال من مؤسسة نوبل التي أوقفت مساعي البحث عنه، ولا أحد يعرف إلى اللحظة هل سيحضر ويتسلم جائزته من يد الملك أم سيغيب. قد يغيب، وهذا حدث سابقاً مع باسترناك وسارتر. وحول آخر التطورات الميدانية، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية نقلاً عن القيادة العسكرية اليمنية إن منظومة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح على محافظة مارب. ومن جانب آخر، أفاد مصدر في المقاومة الشعبية للاتحاد أن التحالف استهدف فرقة خاصة تابعة للميليشيات الحوثية كانت تقوم بعملية زرع مئات الألغام في الطريق الرئيسية الرابطة بين مركز القبيطة ومنطقة المغنية باتجاه محافظة تعز. وشنت المقاومة الشعبية المتمركزة في جبل إلياس الاستراتيجي ونجد ثوجان قصفا عنيفا بالمدفعية والدبابات على مواقع للميليشيات، أي ميليشيات الحوثية في منطقة نجد قفيل وسط مديرية القبيطة، لتتكبد الميليشيا خسائر كبيرة وتدمر آليات عسكرية تابعة لهم. وفقا لصحيفة القدس العربي، فإن رئيسة كوريا الجنوبية اعتذرت عن طلبها النصح من صديقتها، وقدمت الرئيسة باك جون هاي
اعتذارا علنيا نادرا عن عرضها مسودات كلماتها على إحدى صديقاتها قبل الإدلاء بها. وقالت الصحيفة إنه تم العثور على مسودات كلمات باك خلال الفترة من 2012 إلى أوائل 2014 على جهاز كمبيوتر تستخدمه إحدى صديقاتها التي كانت تتلقى هذه المسودات قبل ساعات أو أيام من إدلاء الرئيسة بها. وقالت الرئيسة الكورية إنها كانت في بداية ولايتها تتلقى آراء صديقتها فيما يخص مدى نجاحها في إيصال أفكارها، ولكنها توقفت عن طلب مشورتها بمجرد أن أصبح مكتبها مكتملا بموظفيه، وأنها فعلت ذلك بنية خالصة هي أن تكون أكثر دقة في رؤية الأشياء. لكن أيا كانت النية فإنني أعتذر عن إثارة القلق بين الشعب وتسببي في انزعاج وألم، وانحنت بقوة. خلال 30 عاما حاول العشرات من مهربي الآثار الخروج بقطع أثرية من مصر، لكنهم كانوا ينجحون أحيانا وأحيانا أخرى يخفقون. الذين أخفقوا تم مصادرة قطعهم الأثرية وأقيم لها معرض في المتحف المصري وسط القاهرة. جولتنا المصورة في هذا المعرض، الصور وردت في العربي الجديد، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نترككم في أمان الله ونتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.